واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها والذين هم بآياتنا يؤمنون ويضع عنهم